او المواد الادبيه، المواد اللي انا كويس فيها والمواد اللي انا مش محتاج اركز عليها اكتر. فدي وبرضه ان مثلا كان بيبقى عندنا مشاريع، مثلا في فتره التسليم بتاع المشاريع محتاجين نشتغل اكتر مشاريع على حساب ان احنا نذاكر اقل. فده كله كان يعني فكنت بحاول على قد ما اقدر انظم وقتي بان انا بين المواد وبعضها اركز على المواد اللي انا محتاج اركز عليها اكتر. ولو في مثلا فتره مشاريع ولو يعني لو فتره عملت المذاكره عشان اشتغل على مشروع حاجه فبركز عليها. الفرق الجوهري، يعني انت بتتكلم في الثانويه العامه، ايه الفرق الجوهري ما بين ستيم وما بين الثانويه العامه؟ في السن تقريبا الفرق في 3 حاجات. اول حاجه اللي هو ان الواحد بيعتمد على نفسه في المذاكره، مفيش كتاب معين بيذاكر منه ومفيش حاجه، هو في بس المواضيع اللي احنا بنذاكرها، فكل واحد بيذاكرها لو يدور على كتاب يذاكر منه او يشوف فيديوهات على اليوتيوب او حاجه. دي اول حاجه. تاني حاجه اللي هو البحث العلمي والكتابه العلميه، لان احنا كل ترم بنشتغل على مشروع علمي، بنحسب بقى النتائج ونوثقها، كل ده كتابة علمية طبعا، مهارة بنكتسبها طول ما احنا بنشتغل في المشاريع. تالت حاجة اللي هي بيئة المدرسة اللي هي مدرسة داخلي بين طلاب متفوقين، فهي بيئة تنافسية وبتشجع على المذاكرة. وطبعا يعني التلات حاجات اللي هم بيميزوا. طيب انت كنت بتتغلب على الضغط ازاي؟ يعني لما بتحس ان انت مضغوط مش عارف اذاكر خلاص دماغي قافلة، بتعمل ايه؟ غالبا لو اتقفلت مثلا من ماده معينه هروح اذاكر الماده تانية لحد ما برضه هتذاكر، يعني مش هتعمل حاجه تانية. يا اما بقى لو قفلت معايا هرتاح مثلا عادي، في ايام مثلا في النص برتاح فيها او ما تذاكرش خالص، يعني ممكن يعدي عليك يوم من غير ما تفتح الماده اكتر من مره او ان انا مثلا اذاكر كميه اقل في اليوم. طيب تجربتك ايه مع الدروس؟ الدروس طبعا في نظام السم، هي النظام معتمد على ان الواحد يدور على المعلومه بنفسه ويذاكر بنفسه، بعيدا عن ان هو مثلا في درس معين او كتاب معين بياخد منه الحاجات اللي هيذاكرها. فدي زي ما قلت لحضرتك دي حاجه من 3 حاجات اللي انا شايفها بتميز ستيم بشكل كبير. فهو لو حد بياخد دروس، يعني هي لو الدروس، فانا شايف ان الدروس لو حد بيعتمد بشكل اساسي على الدروس فده بيضيع الفائده دي من السن، فما فرقش كتير عن ان هو زي بس يعني السنه معايا. ما كانش في مثلا مدرس يشرح لي اونلاين يفهمني معلومه؟ طبعا دي حاجه ممكنه، لكن مش كده حاجه اساسيه خلاص جنب مش اساسي. لو ما ينفعش نعتمد على حاجه زي دي لوحدها، لان المنهج متوسع، مش ما فيش مدرس هيلمه لوحده. فهو انا لو مثلا ذاكرت من درس فهذاكر جنبيه من مصادر ثانيه زي ما بذاكر عادي. كشرح في المدرسه انت كنت بتكتفي بده؟ يعني انا قادر ان انا اكون ملم بكل شيء واقدر ان انا ادخل الامتحانات شرح المدرسه خلال دراستي في المدرسه؟ لا، هو في المدرسه المدرس مش بيشرح او بيدي المعلومه كامله، على قد ما هو بيوجهنا ازاي نبدا نذاكرها او يساعدنا مثلا ان احنا نحضرها. واحنا مثلا في احنا الطلاب اللي بنحضر ونطلع نشرح الدرس او كده. ايه النصيحه اللي هي الخلاصه اللي انت تقولها للطالب اللي لسه داخل مرحله الثانويه العامه؟